ما يصير بها لك تحدي. درس اليوم هو الفلسفة والقيم، سنحاول فيه مقاربة إشكال ما علاقة الفلسفة بالقيم. ما بك يا أسامة؟ تبدو شارد الدين، هناك ما يزعجك؟ لا يا أستاذ، ولكني فقط. ما الأمر؟ هل أستطيع أن أساعدك؟ عندما كنت في طريقي إلى القسم استرعى انتباهي صور ملوك الدولة العلوية. صراحة يا أستاذ أحسست بالخجل من نفسي، فأنا لا أكاد أعرف منهم إلا عددا يحصى على أصابع اليد الواحدة. أحسست بالخجل من عدم معرفتي بملوك دولة أعتز بانتمائي إليها، دولة رأيت النور على أرضها، دولة كبرت وترعرعت بين أحضانها. هل هذا كل ما في الأمر؟ مشكلتك لها حل يا سيد أسامة. لماذا لا تقومون بإعداد بحوث حول ملوك الدولة العالمية؟ نعم أستاذ. ستستفيدون وتفيدون. نعم. هل أحضرتم البحوث التي اتفقنا عليها؟ نعم يا أستاذ. هذا دل لا بأس به. فلنحاول أن نبدأ بالتلميذ أو التلميذ الذي كتب عن أول مؤسس للدولة العلوية. من؟ أنا يا أستاذ فقد كتبت عن مؤسس الدولة العلوية المولى علي بن الحسن بن عبد الله المعروف بالشريف. نعم، تفضل يا كرام. للمغرب تاريخ معروف في إجماله، مملوء بالبطولة، حافل بالمآثر العظمى والوقائع الكبرى، لما قام فيه من أفذاد قادوا الأمم فأحسنوا مقادها وساقوها إلى مواطن العزة فبلغوها. من هؤلاء القادة العظام والسادة الكرام المولى علي بن الحسن بن عبد الله المعروف بالشريف، عرف بالصلاح والتقوى، وقد كان مجاب الدعوة كثير الأوقاف والصدقات، وقد رحل إلى فاس وأقام بها مدة يدرس، ثم حج وعاد إلى تجلماسة، ثم خرج إلى الأندلس للجهاد. وقد عرض عليه الأندلسيون الخلافة لكنه أبى ورفض ورعا وزهدا. شكرا شكرا لك يا إكرام على هذا العمل الجميل. من منكم متدخل آخر؟ أستاذ. تفضل يا سعد. اخترت يا أستاذي العزيز أن أحدثكم عن السلطان مولى إسماعيل بن علي الشريف الذي تولى الملك وهو في 26 من عمره بعد أن توفي أخوه مولى رشيد واتخذ مكناس عاصمة له. مكناس هي كلمة أمازيغية تعني المحارب، وقد كانت من أجمل المدن المغربية، ومن أشد ما تفخر به مكناس هو مآثرها الإسماعيلية كباب الرئيس ولالة عودة وساحة الهديم وباب جديد وبرد عين وقاصر منصور وسهر السواني ومربط الخيول وباب منصور العلج، ولا ننسى أسوارها وأبراجها فضلا عن المدينة العتيقة وجوامعها ومآدنها العديدة وأضرحتها وزواياها. لقد استحقت بما تحضنه من آثار أن تصنف لدى منظمة اليونسكو في قائمة التراث العالمي سنة 1996. شكرا لك يا سعد على هذه الجولة الشيقة في تاريخ مدينة مكناس. سنرى إلى أين سنشد الرحال الآن. سنشد الرحال أستاذي العزيز إلى القمر. القمر؟ نعم أستاذي، نعم أصدقائي وصديقاتي، سنشد الرحال إلى القمر حيث رأى المغاربة وجه ملكهم المحبوب محمد الخامس طيب الله ثراه عندما ثم نفسه إلى جزيرة مدغشقر. ايه من عرفة وسيدنا وضحكة ما عرفة طريقة لوجهنا. كيدنو الخدمة اللي كيديرو غيقضيو على المقاومة ويقبروها. هادي الخرى اليوم مشاو فيها. يا
طال زمان ولا قصار سيدنا غادي يرجع للدار والمحتل هو اللي غادي غادر وما يبقى له أثر. أبا شافوا وجه سيدنا في القمر. الله أكبر. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. فعلا فمن شديد حب المغاربة وتعلقهم بملكهم المحبوب رأوا صورته في القمر، وقد قام الشعب المغربي بعدة انتفاضات وثورات إلى أن عاد السلطان إلى عرش أسلافه الميامين وخرج المحتل من أرض الوطن الحبيب. أشكرك مريم على هذا البحث الجميل، ونشكرك أيضا خديجة على تدخلك الرائع. سنحاول أن نأخذ مشاركة أخرى. تفضل يا مسلم. سأتمم ما بدأته صديقتي وأتحدث عن الملك الهمام وعبقري الزمان المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، باني المغرب الحديث وموحد البلاد ومحرر الصحراء المغربية من قبضة الاستعمار الإسباني بمسيرة خضراء سنة 75 بعد 109. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم. أحاسيس ومشاعر جياشة سبت في النفوس كلما ذكر اسم المسيرة الخضراء، مسيرة ملك وشعب، مسيرة تحدي وإرادة، مسيرة حب وتفاني وإخلاص. بقيت مشاركة واحدة، الوقت يداهمنا، سنحاول أن نختم هذا اليوم على أن نكمل قراءة البحوث في فرصة قادمة إن شاء الله. لقد اخترت أن أتحدث عن ملك الفقراء، ملك الشباب، باني المغرب الحديث، وهو الملك 23 لسلالة العلويين. تمت البيعة الشرعية له في يوليو 99 بعد وفاة والده المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. لو أردت أن أتحدث عن الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه لاحتجت إلى عشرات الأوراق والأقلام وعشرات الساعات، ولكن ما أردت أن أشير له هو ذكاءه وحبه العظيم لشعبه. هذا الذكاء وهذا الحب الذي استطاع به أن يقود سفينة المغرب بكل أمان، فأصبح المغرب مثالا يحتذى به. وهكذا أرخت هذه الحقبة الزمنية لرباط حب وإخلاص شديدين بين ملك وشعبه، وجسدت صورا من صور التفاني والمحبة التي تجمع الأسرة العلوية على مر القرون بالشعب المغربي العظيم. صراحة لقد عشت معكم أبنائي الأعزاء بناتي العزيزات لحظات من المتعة لا توصف، فأنا أشكركم على مجهوداتكم الجبارة وروحكم الوطنية وولائكم الصادق للأسرة العلوية، وأرجو أن تكونوا
نبراسا يستنير به كل تلاميذ المؤسسة، فأنتم فعلا فخر لنا، وأنتم المعول عليكم لبناء هذا الوطن الحبيب، فأنتم المستقبل. شكرا لكم جميعا.